ما بحبش اعمل توك في قناتي، بقول يعني التوك دي حاجة سهلة كل ست بيت وكل ام وكل بنت تعرف تعملها، مش مستاهلة اخصص لها فيديو واخد من وقتكم عشان اعمل التوكة. لكن اجي البس ولادي حاجات حلوة، حاجات من عمايل ايديا، واتفاجئ اني مش عاملة توك ومش عاملة حساب اي توكة يلبسوها. فقلت لا، لازم النهاردة استغل كل الاصائيس اللي عندي واعمل توك متنوعة وتناسب الموديلات اللي انا بعملها، وفي نفس الوقت يكون الموضوع متناسق كله على بعض، الطقم كله كامل. طب نعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل لايك ونعمل شير ونبتدي على بركة الله. اول حاجة انا من عشاق الفيونكات قوي قوي، بحبها قوي جدا خالص، تمام. وكمان رحت مجمعه شويه حاجات كده موجودين في التربو اهو، فقلت النهارده نعمل حبه توك كده حلوين علشان نقدر نستخدمهم، تمام. واللي بيبرق ده انا بحبه، انا بحب اللي بيبرق يا جماعه، تمام. طيب، ولقيت كمان ابره خياطه منسيه في الخيط. اكيد دايما بتحصل معاكم ان انتوا بتلاقوا ابره خياطه موجودة معاكم في بعض الأقمشة. طيب شوفوا، النهاردة لقيت حاجات كتير قوي قوي، فأنا لقيت بصراحة دي عجبتني جدا، فأنا قلت برضو إيه هعمل منها توكة كده بسيطة وخفيفة جدا جدا، وفي نفس الوقت شكلها حلو. ممكن اتنين بس، وأستك كده صغنطوط جميل قوي، وأحدد برضو كده الأستك اهو. وتعالوا كده نشوف بإبرة خياطة بالمكنة بأي حاجة سهل تعمليها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بثبت كده، بسم الله، ثبتها كويس. حاجات بسيطة، شرايط بواقي الخامات اللي بتستخدميها، وكل شوية تطلع شرايط جديدة فبكون، فقلت لا النهارده هنستغلها ان شاء الله. بنشد الأسف اهو، التوك غالية على قد كده، بتقولي يا يعني انا اعمل الفستان والتوكة نبقى نشتريها مش مشكلة، تتفاجئي ان التوكة غالية، وممكن يبقى اعملها من القطيفة، بواقي القطيفة وحتة استك في النص، وبرضو غالية يعني مش محتاجة ابدا اشتري حاجات انا اقدر اعملها، تمام اهو. وبشيل الاستك الزيادة، شايفين كده، وبقفل الجزء ده. واحلى توكه دي ولا ايه؟ بدايه جميله ان شاء الله. تمام، تخيلي بقى كده وهي نازله على الشعر، شايفين شكلها، تمام. طيب هنعمل واحدة تانية علشان لو بتعمل قطتين يبقى احنا جاهزين اهو. اول توكة جميلة، لونها سيموني مع ذهبي مع فدي، بصراحة رائعة. يعني انا هروح اشيل توكة النهاردة هيبقى يقول لي رقم، تمام اهو. دي كده اول توكة. عندي كمان دي، فانا هعملها زي طوق دائري اهو، عشان بس منها الجزء المقطوع ده، وهنا محتاجة اشيل الجزء ده علشان اعرف اخيطها، تمام كده كويس اوي. محتاجة احط لها حتة استك بسيط، لان اول ما ادورها على الرأس بالشكل ده اهو، كمان عشان طفلة صغيرة، فاللي هيبقى فاضل استك بسيط هيبقى ورا الشعر اهو، واوصله من هنا لغاية هنا. ودي كده التوكة التانية اهي، تمام. اصبح عندي توكتين باللون الفواتح يليقوا على اي حاجه، تمام. طيب نيجي للتالتة، شريط ساتان اهو معايا استك رفيع. كل اللي انا هعمله هكشكش الشريط الساتان على الاستك الرفيع ده اهو، ماشيه في النص وشاده الاستك. كده خلاص مش هكون محتاجة لكل الشريط. اهو
عشان نرتاح. تعالي كده فريدة. ايه يا ست انت ولبس وانت ساكتة. المشكلة بقى ان التوكة حلوة بس الشعر شعري انا شعري انا وكأن انا ازاي يا حبيبتي؟ اكأن انا فريدة. طيب هاتي كده من غير ما اجيبك. اكأن انا فريدة يا ماما. انا فريدة قولي دي فريدة بس ما حدش ايوه لبسيها على العروسة. تعالي مش هلبسها على مخاليق انا لسه خلصتش. يلا ودي التوكة التالتة. تعالوا نعمل الرابعة. الرابعة باخد جزء ده كده وانا عاملة اصلا فستان باللون الزهري ده. زهري هو لون الزهرة عندنا، يعني انا بقول لون الزهرة هو زهري لون الزهرة، يعني في ناس بتقول زهري على البامبا تمام، فاختلاف ثقافات مش اكتر تمام. وعايزة استك كده اهو حلو. وتعالوا نشوف برضه هنعملها ازاي اهو. ممكن نقفل دي كده. وبدبوس هنعدلها، دبوس مشبك عشان نعدلها. هنقفل بقى الجزء ده اهو. المربع ده هنقفله بس نخلي جزء واحد منه مفتوح. نعدل منه اهو. عملت المربع ده باجي كده اهو كشكشه بإبرة خياطة خد الاستيك عشان ادكك بيه الجزء ده، وكوني حذره علشان الاستيك ما يفلتش منك. بخيط مش محتاجه مكنه يا جماعه في الامور دي كلها، ممكن تعمليها على ايديك وانتي قاعده. انا بس عشان وقت الفيديو، عشان الناس بتقول لي لما هي مش محتاجه مكنه كنت بتعمليها ليه على المكنه؟ عشان وقت الفيديو بس تمام. طيب باجي كده وبنقفل التوكة. طيب الطوق ده عملناه في فيديو سابق قبل كده، كسيناه وزودنا طول القماشة عشان يديني كشكشة. دي الكشكشة دي اصلا موضة تمام. طيب ودي التوكة اللي احنا عملناها دلوقتي اهي تمام. ودي التوكة الاستيك زي الطوق، بتبقى جميلة جدا وبسيطة وغالية لو حبيتي تشتريها تمام. ودول علشان ديل الحصان او القطط زي ما بيقولوا. افكار بسيطة وسهلة والافكار كتير، بس ما حبيتش اطول عليكم في الفيديو. بشكركم جدا على المتابعة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.